البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد لي توست كيف كتشوفوا، ومني بطبوط يعني بطبيطات معمرين كيجيو فنين. والاهم من هاد الشيء هو اننا ممكن نحضرهم في الدقيقه 90، يعني في الدقائق الاخيره ما كيحتاجوش الوقت بزاف. المهم يلا معايا نشوفوا المقادير. هنا كيف كتشوفوا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الزيتون المقطع، الزيتون الخضر مقطع، هنا السوريمي، هذوك لي باطون ديال السوريمي حتى هما مقطعين، هنايا فرماج بيض مقطع طريفات، هنايا فرماج بلون، هنايا الطون، وهنايا لا داند فومي. يمكن لكم ديروا الشاركوتري ولا الكاشير ولا المهم على حسب. وهنايا شويه ديال لانشون حتى هو حكيتو، هنايا واحد جوج بيضات مسلوقين حتى هما حكيتهم، وهنايا واحد خزويه جزره محكوكه حتى هي بزار، وقبيصه ديال الملحه ما غنكثروهاش حيت تقريبا كلشي هنا مالح، وواحد المعلقه صغيره ديال الزيت البلديه، وما غنساوش المايونيز باش غادي نخلطو، و الفخوماج غابي. هنا كيف كتشوفوا البطبوط راه ديجا انا صوبته صغور، وتيكون خاوي من الداخل يعني ما يكونش معمر يعني بالبضعه، ما يكونش غليظ. صافي غادي نوجدوا الحشوه ديالنا. كيف كتشوفوا ناخذ واحد الاناء وغادي نصب فيه كاع هاد المكونات، راه دغيا كيوجدوا يعني ما غنحتاجوا لا نطيبوا في البوطه، هذه حشوه بارده دغيا دغيا يمكن لكم توجدوها. بالنسبه للبطبوط انا ديجا وجدته قبل، يعني ما بقى ليا غير نعمر. صافي هنا كيف كتشوفوا خديت الجزره محكوكه حطيتها هي الاولى، زدت عليها لانشون، هنايا الطون من بعد ما صفيته من الزيت، هنايا لا داند فومي، كيبقى اختياري بغيتو ديروه ما بغيتوش ماشي مشكل. هنا الزيتون مقطع، هنايا السوريمي حتى هو مقطع طريفات صغارين، و البيض هنايا بعد الفرماج بلون، فرماج الابيض حتى هو قطعته، وهنايا جوج بيضات مسلوقين حكيتهم رقيق وضفتهم حتى هما. يمكن لكم تزيدوا المايس، يمكن لكم تزيدوا اي حاجه، المهم الحشوات اللي تيكونوا باردين راكم عارفين زعما كينا ما غاديش ما كيخسرش، وكيجيو ساهلين دغيا دغيا ما غتدخلوهم لا فران لا والو. صافي هنا غادي ندير واحد القبيصه ديال البزار، واحد المعلقه صغيره ديال الزيت البلديه، خلاص الملحه ما نكثروهاش لانه كلشي مالح هنايا كيف كتشوفوا. صافي وغادي نضيف هنايا واحد جوج معالق تقريبا ديال مايونيز، جوج معالق صغار ديال مايونيز على حسب الحشوه، يعني اذا كانت الحشوه كثيره بيان سور غتزيدوا المايونيز. صافي غادي نخلط كاع المكونات حتى تنسجم بعضياتها.
هنا كيف كتشوفوا بالنسبه للبطبوط يعني بالطبيطات الصغارين تيكونوا خاويين من الوسط، يعني ما نديروش فيه البضعه ولا البابه كيف كنقولوا. علاش؟ لان غيكون غليظ من الداخل، ما غنلقاوش فين نديروا الحشوه. مازال ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو بالنسبه لهاد المخيمرات اللي كنصاوب ديال التعمر، كيجيو زوينين وكيكونوا خاويين يعني خصيصا للتعمر. هنا كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. صافي، هنا غادي نبدا نعمر الحشوه ديالنا، نعمر المخيمرات ديالنا، وغادي من بعد ما غادي نعمرهم صافي غادي ندير معاهم الفخوماج غابي من الفوق. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه. صافي، هنايا غادي نكمل هذوك البطيبيطات اللي عندي، غادي نعمرهم كاملين وندوز نحضر لي توست. بالنسبه لي توست، خديت الطوسطه هي الاول اللي كيف كتشوفوا درتها في واحد المقيله، هنا اختصرت الفيديو، درتها في واحد المقيله درت فيها زبيده وحمرتها. صافي، هنا من بعد ما حمرت لي توست ديالنا كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل كيتحمروا، غير في المقيله ديروا فيها الزبيده وحمروهم دغيا دغيا. كاين اللي عنده ديك لاباراي اللي ديال لي توست دغيا كيتحمروا. صافي، وهنايا غادي نحتاجوا فرماج ديال الساندويتش، هنايا يا اما شيدار ديال شيدار ولا فرماج عادي، لدان فومي، جبن، يعني سواء جبن لي سواء المهم اي جبن عندكم في الدار متوفر. صافي، والخص من بعد ما غسلته ونشفته غادي ناخذ هنايا الطوسطه كيف كتشوفوا. صافي، هنايا راه هاد 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 هادو اللي حضرت راه كيف قلت لكم في الدقيقه الاخيره دغيا دغيا، بالنسبه للناس اللي خدامين الله يكون في العوان ولا اللي ما عندوش الوقت، يعني دغيا دغيا كنحضرهم حتى الاخر، ساهلين ما كيحتاجوش وقت بزاف وكيجيو بنانين. وكاين اللي كيعجبو هادشي اللي بارد، يعني حشوات الباردين وهادشي اللي معمر كيعجب الناس بزاف. صافي، هنايا خديت الطوسطه دهنتها بشويه ديال الجبن، يمكن لكم تدهنوها بالفرماج، يمكن لكم المهم كيبقى اختياريه لكم. يمكن لكم مثلا هذاك الجبن تزيدوا عليه واحد شويه ديال الزعتره والثومه بودره وتزيدوا ليه واحد شويه ديال الطون وتخلطوه مزيان ودهنوه، يعني في هذيك الطبقه اللي درت انا اللي دهنت بها لي توست هي الاولى دهنوها، وديروا هاد الفرماج ديال الساندويتش كيف كتشوفوا، الخص، لدان فومي، تزيدوا مطيشه مقطعه يعني حتى هي كتجي زوينه، كورنيشون. المهم راه عطى الله ما عطى الله الافكار بالنسبه للكورنيشون، انا ما تنقدرش عليه، حتى الوليدات الصغار ما تيبغيوش ياكلوه ليا. صافي، المهم كنكتفي غير بهذا الشيء اللي عندي. صافي، هنا كيف كتشوفوا غادي نكمل هاد لي طوست ديالنا وغادي ندوز نشوفوا الشكل النهائي ديال لي طوست وديال البطيبيطات معمرين. وصدقوني يعني راه كيجيو لذادين وبنانين وسهلين، يعني ما فيهمش الروينه، وراكم عارفين تبارك الله رمضان المواعن ما كتقاداوش، المقالي وداك الشيء. المهم كنحاولوا نقلبوا على شي حاجه دغيا نوجدوها واو ميم طون تكون بنينه، رمضان كيبغي البنة اي حاجه كيبقى الانسان كيتشهى وكيعجبو، خصوصا المالح، المالح والحلو كيعجب الناس بزاف في رمضان. وان شاء الله غادي ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالنا، ما نطولش عليكم. Thank you.
الشكل النهائي ديال لي طوست ديالنا كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، وديال البطيبيطات ديالنا معمرين. صدقوني كيجي المذاق الزوين وكيجيو بنانين. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.